السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن المسج اوثنتيكيشن. المسج اوثنتيكيشن هي عملية التحقق من ان الرسالة الواصلة هي جاية من الاليجيت سورس، يعني من الشخص اللي المفروض انه احنا نتصل به، مو من اي شخص ثالث مسترق، وايضا نتأكد ان محتويات الرسالة ما تغيرت. المسج اوثنتيكيشن بها ايضا اهداف اخرى ممكن انه نستخدمها للتحقق من السيكونسينج. شنو يعني سيكونسينج؟ يعني البلوكات مع الرسالة من توصل مرات، إذا ما وصلت بالترتيب الصحيح ممكن أني أستخدم الماك فاليو حتى نتأكد من عندها من أن ترتيب البلوكات مع الرسالة وصلت حسب الترتيب الصحيح. أيضا ممكن أني أستخدمها حتى أتأكد من شغلة مهمة، اللي هي التايم نست، اللي هي أنه هل الرسالة صار بها ريبلاي، يعني ممكن أنه الأتاكر يأخذ الرسالة يضمها يمه ورا فترة معينة يلا يرسلها. فإذا أكو أربع أشياء ممكن أني أستخدم المسج أوثنتيكيشن حتى أتأكد من عندها، اللي هي أنه مصدر الرسالة هل هو أوثنتيكيتد، طرف موثوق به ممكن انه اني اسوي اتصال وياه، هل انه الرساله اللي وصلتني هي ما تغيرت اثناء الارسال، هل الرساله اللي وصلتني بالاوردر الصحيح بالترتيب الصحيح، وهل وصلت بالوقت اللي المفروض انه توصل به ما تاخرت فما صار بها ريبلاي. هذه هي الاهداف الاربعه اللي ممكن اني اوفرها اذا يعني وفرت او حسبت المسج اوثنتيكيشن. نجي على المصطلح الثاني اللي هو المسج اوثنتيكيشن كود، او المختصر مالته الماك، اللي هي طريقه للاوثنتيكيشن او للموثوقيه. عاده تتطلب استخدام سيكريت كي، لازم عندنا مفتاح سري يكون مشترك ما بين الطرفين السندر والريسيفر اللي بيرسلون رساله معينه. وهذه الطريقه حتولد لي سمول فيكست سايز بلوك اوف داتا، يعني هنا حتولد لي مجموعة من البيانات اللي تكون حجمها صغير مقارنة بالرسالة الأصلية، والحجم مالتها أيضا ثابت ما يعتمد على طول الرسالة الداخلة. مهما كان طول الرسالة أكو فت fixed size، فت حجم معين، عدد بتات معين حيخرج من هذه الأوثنتيكيشن تكنيك، واللي إحنا راح نسميه cryptographic checksum أو التاج. فإذا أكو اسمين ثاني للماك اللي هو الكريبتوغرافيك تشيك سام أو التاك، اللي عادة هذا ما إحنا نحطه ويا الرسالة قبل أن نرسلها. فإذا السندر راح يرسل الرسالة ويا الماك، والرسيفر أيضا راح يأخذ الرسالة فقط ويحسب لها الماك، ويقارن الماك اللي حسبها ويا الماك اللي وصلته من الرسالة الأصلية حتى يشوف تحققت هاي الأشياء، يعني إنه رسالة ما تغيرت، أو الطرف اللي داز الرسالة هو شخص موثوق به أو authenticated. فهذه العملية ممكن إنه إحنا نوضحها بهذا الرسم، إنه السندر هنا عندنا رح يدز رسالة، الرسالة قبل لا يدزها رح يدخلها على ماك ألغوريثم. أوكي، الماك ألغوريثم تتطلب استخدام سيكريت كي اللي ما يعرفها غير السندر والرسيفر. راح يطلع لنا ماك فاليو فت قيمه معينه صغيره مقارنه بحجم الرساله، راح ندز المسج ويا الماك، راح توصل للرسيفر، الرسيفر راح ياخذ المسج هذه ايضا ندخلها على نفس الماك الجوريثم اللي استخدمها السندر، ويستخدم نفس الكي هنا اللي استخدمها ايضا السندر، راح يطلع ماك جديده، ويقارن هذه الماك الجديده مال الرساله الواصله ويا الماك القديمه اللي وصلت له ويا الرساله، ويشوفها اذا ساووا اذا ما حدث اي تغيير، واذا انا ممكن افتح الرساله وممكن اسوي اتصال ويا الطرف اللي دز لي الرساله. اوكي، فالانتجريتي يعني اني ضمنتها وانه المسج اوثنتيكيتد صارت. اذا كانت لا ما مساويه ولو بت واحد، فاذا اكو حدث فت خطا معين، يعني مثلا لو صارت ريبلاي، لو صار السيكونس مالتها متبدل، لو تغيرت محتوياتها، او اي طرف ثالث ممكن انه يكون هو دز الرساله وبالتالي ما طابقت المسج او الماك ماتي مال الرساله الواصله ويا الماك اللي استلمتها اني ويا الرساله. طيب شنو انواع الاتاك عاده اللي ممكن يتعرض لاي كوميونيكيشن، اي اتصال ممكن انه يجري بالشبكه بين طرفين، وشنو انواع السكيورتي ميجر اللي ممكن اني اتخذها حتى احد من حصول هذا الاتاك؟
هذه عندنا العمود الأول هو مثل أنواع الأتاك، والعمود الثاني هو يمثل السكيورتي ميجر اللي ممكن اتخاذه لحماية الشبكة أو الاتصال من حدوث هكذا نوع من أنواع الأتاك. الأتاك الأول اللي ممكن أنه يتعرض له اللي هو الديسكلوجر. الديسكلوجر اللي هي لما إحنا نرسل رسالة غير مشفرة بالشبكة، فهذا شنو هنا الخطر؟ خطر أنه تكون محتويات الرسالة، وخاصة إذا كانت رسالة كلش مهمة ومفروض محتوياتها ما يطلع عليها أحد، ممكن تكون رسالة مكشوفة لأي شخص أو بروسيس ممكن يدخل يخترق الشبكة، فتكون محتويات الرسالة هذه مكشوفة. أنا حتى أمنع هذا الشيء، فالمفروض شنو أوفر؟ أوفر المسج confidentiality. شنو يعني مسج confidentiality؟ شلون أقدر أوفره؟ باستخدام طرق الكريبتوغرافي، يعني أشفر محتويات الرسالة قبل أن أرسلها، وليس أرسل الرسالة مباشرة بدون أي تشفير. هذا الأنواع، النوع الأتاك الأول. النوع الثاني traffic analysis، يعني من أي يكون أكو فد باترن معين بيصير بالشبكة أثناء عملية إرسال الرسالة أو الرسائل بين طرفين، من السندر أي يدز رسائل معينة للسندر بي بأوقات معينة ومحددة وثابتة بأحجام منتظمة. يعني ممكن أنه أيضا يعني واحد يتبع الباترن هذا الترافيك أتاك وممكن يكسر الاتصال أو أمنية الاتصال يهدده. حتى أيضا أحمي هذا الـ أحمي الشبكة من الترافيك أناليسز اللي ممكن يتعرض له بواسطة الأتاكة، نستخدم المسج confidentiality، يعني أيضا طرق التشفير اللي المعروفة اللي هي الطرق السيمتريك والأسيمتريك. الأتاك الثالث اللي هو ماسكيورد، لمن آني مثلا أو طرف ثالث غير مرغوب بي نحشر معلومات إضافية بالشبكة من شنو هذا فروجولانت، يعني سورز، يعني الطرف الثالث اللي المفروض أنه ما يدز رسائل بالشبكة. اوكي، فاذا من اني اسوي انسيرشن ادز معلومات اضافيه، مثلا اكو رساله دا تنتقل بين طرفين، اني اضيف داخلها او بدايتها او بنهايتها بتات اضافيه، هذه هنا راح تتغير معنى الرساله من توصل بين الطرفين. حتى احمي الشبكه من هذا النوع، او اوفر حمايه، او اعرف انه صار عندنا انسيرشن او اضافه بمحتويات الرساله، استخدم طرق المسج اوثنتيكيشن اللي احنا ناخذها بالمحاضره هذه. زين، لان هي توفر لي نوع من انواع الانتجريتي، من توصل الرساله اذا متغيره او مضيوف لها بالذات، الماك مالتها ما راح يساوي الماك اللي مرسل ويا الرساله الاصليه. 4 كونتنت موديفيكيشن، من اني لا عندي رساله وحتى لو كانت مشفره وما عرفت محتوياتها، مجرد اني غيرت كمبت بيها اغيرها وادزها. فهنا أنا ايضا حتى اكتشف اكو تغيير صار بالرساله او تلاعب، من اللي ممكن انه استخدمه المسج اوثنتيكيشن، احسب الماك فاليو للرساله الواصله اللي ايضا حيكشف لي اي اكو انتجريتي لهذه المحتوى الرساله لو تم التلاعب بها. سيكونس موديفيكيشن، واللي قلنا ايضا واحده من اهداف المسج اوثنتيكيشن انه اني اضمن انه الاوردر مال المسج الواصله او البلوك مال الرساله الواصله هي واصله بالترتيب الصحيح. فاي موديفيكيشن للسيكونس اوف مسجز بتوين parties، اوكي، لما يحدث اي تلاعب بتسلسل السيكونس مال الرساله، اوكي، ادز مثلا اجزاء من الرساله قبل اجزاء ثانيه فاخبط الترتيب مالته، ممكن ايضا هذه اكشفها عن طريق المسج اوثنتيكيشن، لانه اكو خاصيه انه انا من احسب المسج اوثنتيكيشن ادز وياها شيء يتعلق بالاوردر مال الرساله، سيكونس نمبر او اي بيس اوف انفورميشن ممكن يدل لي على تسلسل هذا البلوك، شو وقت المفروض انه يوصل قبل منه. طيب الستة اللي هو timing modification، لما يصير اكو delay او replay للمسج، يعني انا رسالة اكو مرسلة بين اي و بي، يحصل عليها طرف ثالث، يضم الرسالة اللي واصلة اللي يعني مرسلة من الطرف اي، ياخذها لفترة من الزمن يبقيها، وبعدين يدز ارسالها بعد انه يمر فد elapse time معين. هذا ايضا حتى elapse time اللي مرسلة بالرسالة وقت ارسال الرسالة انا ممكن احشره ويا الرسالة، اوكي، فراح يكون ايضا هو جزء من الماك فاليو المرسل، وبالتالي فاني اذا حسبت المسج اوثنتيكيشن ممكن ايضا اكشف اذا صار بها اي ريبلاي للرسالة او اي ديلي بعملية الوصول بطرف الريسيفر. تبقى النقطة
وخطة نهاية خلينا نقول مشابهة اللي هي رقم 7 source reputation. من أن يصير عندي denial of transmission of message by source، يعني من المرسل ينكر أنه دز رسالة معينة. هاي ممكن أيضا أنه أكشفها باستخدام طرق الديجيتال سيجنتشر. ليش؟ لأنه السيجنتشر أو التوقيع من ينرسل من المرسل فقط باستخدام ال private key مالته، ماكو أي طرف ثاني ممكن أن يحصل على private key مال المرسل أوكي يوقع الرسالة بدله. فالديجيتال سيجنتشر هي واحدة من الطرق الفعالة حتى نمنع بيها source reputation. تبقى نقطة رقم 8 اللي هو destination reputation. هنا أنا لا، المرسل هو اللي أنكر استلام الرسالة أوكي. فإذا حدث هذا أيضا أكو طريقتين ممكن أني أستخدمهم، أما باستخدام الديجيتال سيجنتشر أو باستخدام السبيشال بروتوكول. أكو بروتوكولات معينة ممكن أنه أني أستخدمها حتى أكشف بيها مثل هذه الحالة اللي هي destination reputation. هسه قلنا شنو الجول اللي ممكن انه هاني احصلها او الاهداف اللي ممكن انه احصلها من استخدام الماك او من حساب الماك للرسالة. اكو 3 أو 4 نقاط اساسية اللي قلناها بالبداية، انه الرسيفر راح يضمن انه الرسالة اللي واصلة هي ما تغيرت، ما نضاف لها بتات، ما نحذف من عدها، ولا تغيرت محتوياتها، الانتجرتي يعني. النقطة الثانية انه الرسيفر يضمن انه الرسالة جايته من eligible sender، يعني من شخص هو مسموح لانه يسوي communication بالشبكة، شخص authenticated وموثوق به. النقطة رقم 3 انه اذا المسج احتوت على sequence number او مثلا على elapsed time معين، ممكن انه الريسيفر يتاكد انه الاوردر مال الرساله الواصله هي بالتسلسل او بالسيكونس المضبوط، واذا بيها تايم لابس ايضا ممكن انه يكشف اذا حدث بيها ريبلاي او تاخير عند عمليه الارسال او لا. فهذه 4 نقاط اساسيه ممكن انه انا اتاكد من عندها باستخدام المسج اوثنتيكيشن. شنو انواع الاتاك اللي ممكن انه يتعرض له المسج اوثنتيكيشن؟ هو نوعين اللي هو البروت فورس اتاك اوكي، اللي هو انا ترايل اند ايرور ترايل اند ايرور الى ان اكشف الماك مال الرساله، او الكريبت اناليسيس اللي هي طرق تحليل الشفره واللي هي كثيره وواسعه ومعقده. ممكن هذول الطريقتين استخدمهم حتى اسوي اتاك للمسج اوثنتيكيشن. طيب اكو 3 خصائص اساسيه المفروض ان تتوفر باي authentication technique استخدمها حتى احسب الماك فاليو، حتى تحقق لي هذه النقاط او الجول اللي انا اريدها. اول نقطة اللي هي it is invisible to find another message with the same mac، يعني ما ممكن او من الصعوبة انه انا اجيب رسالة ثانية اوكي تشبه الرسالة الاصلية لها نفس الماك ادريس مال الرسالة الاصلية، فما يصير اكو 2 message مختلفة لهم نفس الماك فاليو. اوكي النقطة الثانية الماكس should be uniformly distributed، اللي هو يعني من النقطة الأولى، يعني أني كل رسالة لها بس ماك وحدة، كل رسالة لها ماك وحدة، فبالتالي إذا نجيب الرسائل كلها المختلفة الموجودة فالمفروض كل وحدة من دول الرسائل تطلع لي فقط وحدة، فإذا صار شنو هو الديستريبيوشن، توزيع متساوي، صار خط عدل uniform على الكل، ماكو رسالة ممكن تطلع لي ماك ورسالة ثانية ممكن تطلع لي 2 ماك، لا كل رسالة تطلع لي ماك خاص بها فقط واحد، تعرف هذه الرسالة سويها يونيك. النقطة الثالثة اللي هي الماك should depend equally on all bits of the message، اي عملية حساب الماك النهائية يعتمد على استخدام كل بت موجود بالمسج، وبالتالي راح اضمن الانتجريتي، اضمن انه شلون احصل على الانتجريتي مال الرسالة. ليش؟ لانه اني كل بت مال رسالة حستخدمه حتى احسب الماك فاليو، فاذا حدث خلل او تغيير باي واحد من البتات مال رسالة فراح يحدث اختلاف بقيمة الماك النهائية المحسوبة للرسالة. فاذا هذه الشروط الثلاثة لازم انه تتبع عند تصميم اي مسج اوثنتيكيشن تكنيك او الجوريثم. اكو 3 نقاط او ملاحظات اساسية اللي تمثل اختلاف بين الماك وبين غيرها من السكيورتي ميجر الموجودة، اللي هي مثلا النقطة الاولى
شنو اختلاف الماك عن الانكريبشن؟ اوكي، الماك الجوريثم هو عملية غير معكوسة، not reversible. اوكي، فاذا ما تشبه الانكريبشن والديكريبشن. الانكريبشن اذا عندي ممكن انا احصل عند الديكريبشن او بالعكس، بينما اذا انا عندي الرسالة احصل عندها فقط الماك، لكن اذا عندي الماك ما اقدر احصل الرسالة الاصلية. هذه قصة بالنقطة الاولى. النقطة الثانية، الماك ما راح توفر لي الديجيتال سيجنيتشر، ما ممكن توفر لي الاهداف اللي توفر ليها الديجيتال سيجنيتشر. اوكي، يعني تثبت هوية صاحب الرسالة او اي شيء اخر. ليش؟ لانه الماك تعتمد على استخدام سيكريت كي مشترك بين الطرفين، بينما الديجيتال سيجنيتشر لا، يعني طرف السيندر حيستخدم مات الكي البرايفت كي مالته، طرف الريسيفر راح يشيك السيجنيتشر عن طريق البابليك كي مال السيندر. فهذا الاختلاف بين الديجيتال سيجنيتشر وبين الماك. بعدين شنو اختلاف الماك عن الهاش فانكشن؟ الهاش فانكشن اخذناه في محاضرات سابقة، يعتمد عملية حسابها على initial value، وما تعتمد على استخدام اي secret key، ما بها اي secret key عملية الحساب. بينما الماك value لا، يتطلب عملية استخدامها وحسابها secret key على مفتاح خاص، مفتاح خاص secret بين الطرفين. نجي او نبدي على طرق حساب المسج اوثنتيكيشن. شنو التكنيك المتوفر لحساب المسج اوثنتيكيشن؟ طبعا الطرق هي كثيره ومتنوعه ومتعدده، وكل واحده بيها ادفانتج وديس ادفانتج، وبيها فد ليميتيشن، محددات خاصه بيها. هذه الطرق ممكن اني اقسمها الى تو برود كاتيجوري، الى صنفين اساسيه اعتمادا على المبدا اللي تشتغل على اساسه على عمليه حسابها. الكاتيجوري الاولى اللي هي الطرق اللي ممكن اني احسبها باستخدام الهاش فانكشن، اذا الطرق المبنيه على حساب الهاش فانكشن، واللي ممكن اني اطلق عليها او واحده من انواعها المشهوره الالجوريثم الموجوده بها المشهوره اللي هي هاتش ماك. هاتش ماك، اوكي، هاتش ماك اللي هي واحده من التكنيك اللي عمليه الحساب الماك فاليو تعتمد على الهاش فانكشن. واكو الكاتيجوري الثاني اللي هو عملية الحساب الماك فاليو تعتمد على الكريبتوغرافيك الجوريثم، على طرق التشفير، اوكي، واللي واحدة من انواعها المشهورة اللي هي سي ماك او الكريبتوغرافيك ماك، واللي ناخذها بمحاضرات ان شاء الله جاية. الماك او الاتش ماك هي واحدة من الطرق او طرق الاثنتيكيشن تكنيك الاجبارية، استخدامها بكثير من الانترنت بروتوكول موجود بالشبكات، واللي من اشهرها الاي بي سيكيورتي والاس اس ال سيكيور سوكت لاير، ايضا واحدة من الانترنت بروتوكول موجودة بالشبكات اللي المفروض انه توفر لي الاثنتيكيشن فانكشن حسب يا طريقة الاتش ماك. ايضا الاتش ماك هي واحدة من الستاندرد اللي طلقتها النست، واللي لها دوكيومنت ورقم تعريفي خاص بها لتعرف كل الستاندرد من هذه الالجوريثم وطريقة عملها والشروط الموجودة بها. هذه الطريقة تعتمد بحسابها على استخدام الهاش فانكشن، وهذه المعادلة الرئيسية لها، المعادلة الرئيسية لها اللي راح نشرحها لاحقا بتفصيل اكثر. لو نجي نشوف هسه على هذه المعادله النهائيه بحساب الاتش ماك، شوفوا هنا كي، يعني انه اني اتطلب بحساب الماك عندي سيكريت كي اللي هو الكي حسميه. هذا الام هي الرساله، الايباد والاوباد هو فد كونستنت معين يدخل لي، فشي ثابت ومعرف ويا هذه التكنيك. والاكس بلاس ايضا هو فت كونستنت ثابت، الاكس اور هي عملية اكس اورينج يعني الباينري بين هذه القيمة وهذه القيمة، وهذه الهاش فانكشن اي هاش فانكشن حسب هذه الالجوريثم، اوكي، وهذا عملية كونكات، يعني هنا أنا مثلا هاي القيمة شقد تطلع لي وهاي القيمة شقد تطلع لي، احط وحدة يم الثانية، كونكات يعني دمج، احط محتويات او بتات معينة ويا بتات معينة ثانية على الطرف الثاني، أدمج قيمتين بقيمة واحدة طويلة أكبر. فلو نجي نشرح هذه المعادلة، هي عبارة عن المسجر الأصلية اللي عندي، أوكي، أسوي لها كونكات ويا من ويا الناتج مال إكس أور مال هذول الكميتين، الإكس أور مال منو؟ إكس بلس
اسوي لها اكس اور ويا الايباد، فاذا معناتها هذا عدد البتات اللي موجوده باثنينهم لازم نساوي. ورا ما اسويهم اكس اور الناتج مالتهم اسوي لها كونكات ادمجه ويا الرساله الاصليه، راح تطلع لنا فد رساله طويله اكبر. هذه اخذ احسب لها الهاش فاليو حسب هاش فانكشن معينه، اوكي، فراح تطلع فد قيمه اصغر. طبعا الهاش راح تكون قيمه اصغر، هذه القيمه راح تطلع اسوي لها ايضا كونكات ويا من ويا هذه القيمه اللي هي ناتج الاكس اور بين الاكس بلس ويا الاوباد، فايضا راح تطلع لي هذه القيمه ويا الكونكات مال هذه القيمه، راح يطلع لي فد بلوك جديد من البيانات. هذا ايضا احسب له الهاش فانكشن مره ثانيه للبلوك الناتج، وناتج الهاش هو حيمثل لي الاتش مارك فاليو. اوكي، ليش هذا الكي وين موجود هنا؟ راح نشتقه من هذه القيمه من الـ من الـ من الكي بلس، اوكي، او راح نستخدمه بحساب الكي بلس. لهنا انا انتهت المحاضره.